انا كنقول لهاد الناس اللي مسؤولين على المهرجان ديال مراكش الله يهديكم وحسوا بانكم باش تدركوا فنانه وتجيبوا ناس اللي ما عندهم علاقه بالفن راه عيب، ماشي على الفنانه اللي ما جاوش، ولكن عيب عليكم انتوما اللي كتبينوا العالم ان ما عندناش فنانه، كتبينوا العالم باننا ما عندناش مثقفين، كتبينوا العالم بان ما عندناش الناس اللي كيحترموا الفنان في المغرب. عيب ان يجي واحد لا علاقه له بالفن لا بالتمثيل لا بالاخراج وناس اللي عطاو بزاف د الحوايج في المغرب من ناحيه الكتابه ولا الاخراج ما كيجيوش. عيب عليكم. اشنو انتوما قصدكم؟ واش قصدكم انه تدركوا هاد الفنانه؟ هاد الفنانه كاينين بالجمهور ديالهم، كاينين بالحب ديال وطنهم، كاينين بزاف د الحوايج راه واخا تدركوهم تتعيا وما يدركوش، حنا كبار وغادي نبقاو كبار ونبقاو دائما في المحافل الكبيره كيحترمونا وانتم ما كتحترموناش. عيب عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.